استثمرت مواقع التواصل الاجتماعي لدعم أفكارها والوصول للخطوات الأولى للنجاح. رجوى السلو بدأت بمشروع تغليف وتجهيز الخضروات والمأكولات بمبلغ بسيط وأدوات أولية. اليوم حابة أحكي لكم عن شغلي بالخضار الجاهزة. بلشت الفكرة كان في إنه شفت على الفيسبوك منزلين أكل جاهز، وعملت صفحة على الفيسبوك ونزلت إنه أنا بشتغل بهيدا العمل، وبلشنا شغل أنا وقرايبتي، ومشيت الفكرة إنه مشي الحال وصار عنا زباين يطلبوا من عنا أكلات، وصرنا نسأل بالمحلات إذا بيلزمن خضرة جاهزة، ومشي الحال كان المحل صغير وبلشنا إنه كميات قليلة، ومع الوقت صارت شغل أوسع وأكثر، صرنا ننزل على المحلات خضرة جاهزة وصار الشغل كبير، فاضطرينا نجيب عمال يساعدونا، وكان الشغل طبعا بالبيت حصريا مشان نشوف انه يضل الشغل نظيف ومرتب. اي عمل بالحب والاهتمام بيكبر، لكن بيتطلب جهد، تعب وشروط معينة للوصول للغاية المرجوة. بالنسبة لمراحل الشغل، بدنا نفيق الساعة 8، بدنا ننزل على سوق الخضرة، طبعاً نشتري الخضرة الكويسة، مننقيها ومنجيبها على البيت، مننظفها ومنبلش شغل فيها، طبعاً بده يكون الشغل نظيف ومرتب، وننتبه يعني ما يكون إنه في حشرات أو أي شيء، اللي بده مسح بنمسحها طبعاً ومنغلفها نحن بالعلبة البلاستيك والنايلون. ببلش شغلنا طبعاً 8، بنخلص بالواحدة ونص، بالساعة 1:30 بدي التفت لشغل بيتي يعني للأولاد للطبخ، بين ما نخلص تجي الطلبية الثانية، بنبلش فيها الساعة 5 العصر للتسعة ونص المساء. طبعاً في ستات بيوت كتير بيوصوني على طلبيات، مثلاً يالنجي، ورق دوالي، كبة، فطاير، بلبي لهم طلباتهم، وطبعاً بيكون الشغل كتير حلو وبيعجبهم. هلا شروط هيدا الشغل انه يكون الرأس مال بسيط، يعني ادواته بسيطة، صحون، رول، الحفارة، الكوسة والباذنجان، سكين، واهم شيء يكون النظافة، والواحد يكون مرتب بشغله ويكون امان، انه فيه امانة، وانه بده الشغل كتير كتير نظافة وترتيب. انا وقت اللي بشتغل كأني عم بشتغل لإلي، بدي انتبه يعني انه من كل شيء يكون الشغل نظيف مرتب، يعني يلاقي نجاح كتير، يكون انه مميز. انا تعلمت هيدا الشغل هون بالبيت، وطبعا كل وحدة فينا كانت ببيت اهلها بتعرف تطبخ، فهون نحن بلشنا الطبخ، بلشنا الشغل بالخضرة، بدها تكون الخضرة نظيفة، مثلا مثل الباذنجان هون بنحفره بنمسحه بنعبه بالنايلون بنغلفه، البروكلي منقطعها منحطها بالعلبة البلاستيك ومنغلفها، البندورة بدها مسح منمسحها ومنغلفها. رجوى الأم وست البيت قدرت تتحدى الصعوبات اللي واجهت مشروعها وتوصلوا لبر الإنجاز. كنا مبدئياً كنا نشتغل مثلاً إنه كيلتين الكوسة، كيلتين باذنجان، إنه الطلبيات كانت الكمية كتير قليلة، بعدين تطور شغلنا وصرنا ننزل كميات كبيرة، وطبعاً وقت الواحد بده يشتغل كمية كبيرة في صعوبة كتير، إنه بدك تجيبي كمية خضرة كبيرة، بدك تنقليها من السوق للبيت، تحاول يكون الشغل نظيف، تعرفي أنت الخضرة بيكون فيها حشرات كتيرة، وبدنا ندير بالنا إنه مثلاً ما ننزع على الخضرة، يعني بدنا نحاول انه وقت نعبيها بالاكياس تكون كلياتها مرتبه ونظيفه وما انا منزوعه. ومن ضمن الصعوبات انه الوقت طويل كثير، يعني بدك تخلصي شغل الخضره، شغل الطبخ، بدك تخلصي شغل بيتك، وهيك انه يعني كثير كثير الشغل كان صعب.
مردود مادي إضافي ومعين للأسرة اللي اختارت البيت لتكون البيئة الحاضنة للمشروع. أنا اخترت لهذا الشغل لأنه شغل ضمن البيت، ومعني يعني إنه ما فيني أنا أترك أولادي وزوجي إنه كل نهار وأرجع على البيت بوقت متأخر، فبدي حاول إنه يكون شغلي ضمن البيت. وبالنسبة للمردود المادي هو صحيح معنه كتير، بس يعني بغطي لي حاجيات البيت، مصاريف الأولاد، إنه بقدر أدرسهم وديهم على المدارس، حط لهم أنسات يدرسوهم. فكتير أنا حبيته لهيدا الشغل، وبملي لي وقتي كلياته، وعطاني شيء إيجابي بالنسبة لإلي. وجه رسالة إن كانت لمرأة أو لرجل، إنه الواحد فينه يبلش بمشروع صغير ومع الأيام فينه يتطور هيدا المشروع ويكبره، وأي شغلة فينك تشتغليها بالبيت ما تضيع الفرصة من إيدك، سواء بالطبخ أو الخياطة أو أي شيء. أنا كنت أشتغل بالخياطة، ما كان عندي ماكينة على الكهرباء، فاضطريت غير شغلتي، اشتغلت إكسسوارات، اشتغلت بوند للأطفال. كان كمان بدي محل حتى يشوفوا العالم شغلي منتجاتي لأقدر سوقها، بس كمان ما مشي الحال، بدي رأس مال كبير. بتمنى من كل واحدة قادرة تشتغل وهي وقاعدة ببيتها تشتغل، ما تخجل، ما يعني إنه ما تتلبك، تشتغل خياطة، تشتغل أي شيء فينا تتعلم عن طريق النت، فينا أي طبخة بدها هي تطبخها، فينا تشتغل، يعني إنه شغلات كتيرة هي وقاعدة ببيتها. فبحب أنصحهم إنه ما يهدروا وقتهم، ما يضيعوا وقتهم، وكل واحدة قادرة تشتغل تساعد زوجها، تساعد أولادها. نحن بهيدا الوقت يعني إنه كتير في غلا، ونحن لازم نصرف، يعني إنه نقدم شيء. الفشل ما بيعني النهاية، أي حدا قادر يستغل الوقت والفرص بشكل إيجابي ويقدم شيء ويثبت حاله بالحياة.